يعني نترقب اليوم الثاني من شهادة باول، شو اللي ممكن يكون جديد اليوم عن اللي قاله امبارح؟ يعني امبارح عبر عن قلقه بأكثر من مرة بس لم يعطينا شيء واضح، التوقعات كلها تذهب باتجاه تخفيضين حتى نهاية هذه السنة، البداية من سبتمبر بسبب أرقام البطالة التي شهدناها. ما هي التوقعات؟ شو ناطرين منه اليوم لباول؟ مساء الخير مايا، شكرا للاستضافة. على ما أعتقد يمكن ما بجعبة جيروم باول قد أباح فيه، ويمكن التكرار في الفترة الأخيرة بناء على الأرقام الاقتصادية واعتماده على الأرقام الاقتصادية بات واضح بشكل كبير. ما يعني ما أعتقد الفدرالي الأمريكي هو عبارة عن رد فعل على الأرقام الاقتصادية. إذا ما كان في عندنا أرقام اقتصادية للتحرك لن يكون هناك أي تحركات من الفدرالي الأمريكي أو حتى أي إشارات. على ما أعتقد الفدرالي الأمريكي في الفترة الأخيرة أو حتى في هذا العام مع بداية العام عندما كانت توقعات الأسواق عند 5 تخفيضات أسعار الفائدة وصولا إلى الوقت الحالي، على ما أعتقد مصداقية الفدرالي الأمريكي بدأت ترتفع تدريجيا. أوكي. يمكن أكثر إشارة مخيفة من شهادة جيروم باول بالأمس هو إشارته على أنه في عندنا مخاطر من اتجاهين، مخاطر النمو الاقتصادي ومخاطر التضخم. على ما أعتقد الفدرالي الأمريكي قد يراهن على الدخول على مرحلة الركود في الفترة القادمة. على ما أعتقد سبتمبر قد يكون هناك تخفيض أسعار الفائدة خوفا من انحدار النمو الاقتصادي وليس انتصارا على التضخم. مايا، طيب، إشارة واحدة من سوق العمل هي الكولينج، كما كرروا أكثر من مرة أنه تباطؤ أسواق العمل، فبالتالي تباطؤ أسواق العمل معنى هذا الكلام تباطؤ النمو الاقتصادي، فقد تكون هي دافع لتخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة أكثر من وصول التضخم إلى المستهدف. هلأ اليوم شهادته، ولكن غدا أرقام التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين سيكون يوم غد. ماذا نتوقع من هذا الرقم وشو رح يعطينا لا سبتمبر، توقعات سبتمبر؟ وبهذا المجال لما الكل الآن يتحدث أنه سنرى خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، ما هو كم نقطة أساس هي التوقعات؟ لأنه هناك من يقول إذا تحدثنا عن خفضين يمكن نشوف 20-20 أو 10-10 أو حتى 25 مرة واحدة 50. ما هي الأرقام المتوقعة في الخفض المقبل بناء على أرقام السي بي آي بكرة؟ يمكن السي بي آي متوقع في التباطؤ من 3.3% إلى 3.1%. عدم وصول خيبة أمل بالنسبة لأرقام التضخم على ما أعتقد سوف تدفع الأسواق لتستعير تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. لا أعتقد أن الفدرالي الأمريكي رح يحاول أن يظلم الأسواق، يعني من بداية السنة للمنتصف السنة وكان الفدرالي الأمريكي بيحاول يمهد للأسواق بأنه توقعاتهم العالية المتفائلة بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة هي يمكن شبه مستحيله. بس الدوت بلوت قالت مره واحده، يمكن اخر دوت بلوت كانت مره واحده. الدوت بلوت هي مش ملزم الفدرال الامريكي، يمكن جيروم باول اكثر من مره صرح انه هي الدوت بلوت هي توقعات اعضاء الفدرال الامريكي تصويتهم. أوكي. غير ملزمه بالنسبه للفدرال الامريكي للتحرك. هي البيانات الاقتصاديه هي اللي راح تكون المحرك الاساسي. مايا، بنفس الوقت الاسواق العامه، اسواق الاسهم، اسواق السندات تسعر مرتين من هون لاخر السنه. يعني فهذه القراءه الان في حال صارت مرة أو مرتين، يعني ما هي صارت مسعرة بالأسواق، فكيف يمكن أن تتفاعل الأسواق بعد ذلك؟ يمكن الأسواق هي تحركات اللحظة، تحركات صدور الخبر أكثر من هي تحركات على المدى الطويل. يعني لاحظنا من الأسبوع الماضي مع كل قراءات أسواق العمل سواء فرص العمل، مؤشر القطاع الخاص، الـ NFP، كلها كانت هي قراءات بتدفع الأسواق للحظة نفسها لارتفاع التسعير. يمكن اليوم التسعير عندنا 80% بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في سبتمبر. فميولي حاليا هي تداولات اللحظة، ميولي حاليا تداولات الأنسرتينيتي، تداولات غير مؤكدة حاليا، لذلك إمكانية التداولات بشكل عرضي. يمكن الأول تايم هاي اللي عم بتسجل حاليا بالمؤشرات الأمريكية هي مبررة تماما. ثقة المستثمرين واضحة جدا، يمكن موسم الأرباح الحواجز فيه عم ترتفع، يمكن خفقان القلب عم بيزيد بالنسبة للمستثمرين أكيد بشكل أكبر بسبب الحواجز الأعلى بالنسبة لربحية المستثمرين، لكن ثقة متواجدة حاليا في الأسواق. لكن ميول والخوف من أنه يكون في عندنا كوركشن قوي جدا أو تصحيح قوي جدا متواجد في الأسواق، فلذلك أنا ميال حاليا إلى تداولات بعض الشيء عرضية. الأول تايم هاي ممكن نشوف كمان مرة أول تايم هاي، يعني نازلة 20900 على ما أعتقد قد تكون واردة، لكن التصحيح قد يكون وارد ما بعدها. لذلك الميول العرضي وصول الأول تايم هاي ثم انخفاضات. يمكن بتوافقيني الرأي ما يهون أن السلوك السعري حتى في الفترة الأخيرة كل ما عم نضرب مستوى تاريخي جديد كل ما عم يكون في عنا تراجعات يمكن بتصحيحية بمقدار ما يقارب 30% من الموجة للأول تايم هاي الجديد. فلذلك
أعتقد الميول بتوجهات أنه نشوف مستويات تاريخية جديدة لكن بشكل متقلب. شكرا كثير لك أحمد عزام، محلل أولي أسواق المال في أكويتي، كنت معنا من عمان. أهلا وسهلا بك.